فاتت شهدت عدة أعمال مهمة جدا هنقدر نبني عليها الفترة اللي جاية بشكل كبير. أول حاجة حصل نمو كبير جدا في البنية التحتية ما يستطيعش حد أن ينكره. طربون نفسها هي نتاج لشبكة طرق عظيمة وشبكة مرافق عظيمة اتعملت في مصر. فالبنية التحتية سواء طرق أو محطات كهرباء أو محطات مية أو توسع بهذا الشكل ده نتاج حقيقي للقرارات اللي حصلت الفترة اللي فاتت. مش عاوز أقول طربول بس، أنا عاوز أقول بس ده محور تنمية قناة السويس، منطقة الاقتصادية في قناة السويس برضه حصل دي نتاج الفترة الماضية. كانت مشاريع يمكن قديم، مشروع كان قديم شوية بس حصل له النمو الحقيقي والمصانع الكبيرة اللي موجودة فيه موجودة الفترة اللي فاتت. الكلام ده كله هل ده يعني ان احنا نكتفي بما تم؟ اعتقد ان الدولة في الفترة كمان القصيرة اخر سنتين مجلس اعلى الاستثمار والقرارات المهمة اللي بدأت تتاخذ في مجال تشجيع الاستثمار ان احنا محتاجين نشتغل على عدة محاور، وده اللي يمكن سيادة الرئيس والدولة الفترة الماضية اشتغلت عليه. بنية تحتية، مجموعة قوانين محفزة، ومناخ استثماري. المناخ الاستثماري في مصر كان عندنا مشكلة في فترة ما بعد 2013، هو المناخ بصفة عامة الاجتماعي والسياسي في مصر كان معوق بشكل كبير، وهروب رؤوس أموال وهروب السياحة وابتعاد السياحة الفترة الماضية. الفترة اللي بعد حصل استقرار حقيقي وبعد ما حصل بقى الناس كلها اطمنت الدولة مستقرة لن يحدث ما حدث سابقا بعون الله، احنا الفترة اللي جاية دي اعتقد محتاجين نشتغل بشكل مختلف ومحتاجين نقول للعالم ان مصر الموقع العظيم ده مع موارد بشرية عظيمة موجودة فيها مع فكر دولة متطور، واعتقد الفترة الجاية هيثبت هذا الكلام ان الفكر الدولة فعلا عدى من مرحلة مكافحة ارهاب، عدى من مرحلة تحديات خارجية، عدى مرحلة عدم استقرار الى مرحلة استقرار حقيقي للدولة، هيقدر يواكب الكلام ده بتقديم نموذج استثماري استغل الموقع، استغل مميزاتنا، استغل امكانياتنا اللي موجودة عشان نقدر نبني عليه. انا بهني سيادة الرئيس ببداية فترة توليه، وبتمنى من سيادته في الفترة القادمة الصناعة والسياحة هما ركيزتين نمو مصر. الصناعة والسياحة هنوفر واردات، هنبطل كلمة سيادة الرئيس اللي قالها نستسهل الاستيراد، هنبطل نستسهل الاستيراد، نستغل الظروف اللي الفترة اللي فاتت. محتاجين يا فندم بنية تحتية وقوانين للصناعة والسياحة وتعليم فني وتعليم سياحي وإرشاد للناس، بنفهمهم إن المكون المحلي ده والمنتج المحلي هو ده مستقبلنا، هو ده اللي بيعيشنا، هو ده اللي بيحافظ على بلدنا، بيحافظ على تماسكنا، ما يحوجناش لحد، بيخلينا احنا نقدر نبني. ربنا ادانا كل شيء، ادانا البحرين، ادانا نهر نيل، ادانا جو متميز جدا، ادانا موقع ما فيش احسن منه في العالم، والحمد لله انعم علينا مره تانية بالاستقرار. الاستقرار ده نعمة ربنا، قد نختلف ونتفق على حاجات كتير لكن في اطار دولة مستقرة، وده الامل ان شاء الله في فترة قادمة. ربنا يوفقنا ويوفق سيادة الرئيس في فترة قادمة ان شاء الله.